السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله نشارك معكم واحد بالوصفة سحرية جنونية للدجاج البياض. هانتوما كما كتشاهدوا كنشدوا فلفلة حارة حارة مزاود، كما كتشاهدوا شدوا نص كيلو ديال الفلفلة حارة مزاود، كناخدو جوج تفاحات، كناخدو بصلة وجوج دروس ديال التومة كما كانوا، وكناخدو واحد رابعة ولا هكا نص كيلو ديال مطيشة. من بعد كناخدو واحد نص كيلو ديال الشعير او فارينة لا عندك او الزرع، داكشي متوفر، هذا خل ديال التفاح. هذه الوصفة هذه خطيرة جدا وكتعطي مناعة للدجاج، اللي عنده الدجاج ديال الفيوم واللي عنده الدجاج ديال خالط السلالات او الفلوس او مهم جميع الدجاج. هذه الوصفة صحية وكتعطي واحد الطاقة ولا المناعة لهذا الدجاج للتبويض ان شاء الله. هانتوما نشدو هذه الفلفلة من بعد ما غسلناها وداكشي جبناها، غنقطعوها بمشيئة الله، نقطعوها مزيان قطع صغيرة باش الدجاج ديالنا ياكلها، حيت لما كانت صغيرة ما ياكلهاش لنا الدجاج، غتجي كبيرة وغتوحلي. غنقطعوها بهذا المقص قطع صغيرة. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد والزراعة، وتابوناو عندي فلاشين ديالي وتبركوا على الجرس، تخليه لي لايك، واللي بغى شي استفسار شي حاجه مرحبا و الف مرحبا. هذا الفيديو هذا درتو الناس اللي عندهم دجاج، واللي بعض الناس كيسولوني كيقولوا لي واش الدجاج ديالك كيبيض، كنقول لهم الحمد لله الدجاج ديالي تيبيض في حاله جيده. تيقول لي شنو كدير ليه؟ قلت لهم انا نشارك معكم واحد الوصفه وديروا بها، وان شاء الله يكون داكشي ان شاء الله تكون في متناول الجميع ان شاء الله. ومن هذا المنبر هذا كنرحموا على الناس اللي توفوا في اطراء الزلزال اللي ضرب في الاقاليم ديال الحوز اولى مراكش، والناس اللي متضررين كنتمنوا لهم الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما كتشاهدوا كنقطعوها مزيان، كنقطعوها مزيان. راه ما نقولش لكم هاد الفلفل مزود راه شحال حارة من بعد ما قطعتها وساليت، هادشي راه ما نقولش لكم واحد شنو نقول لكم، هادشي غسلت يدي وباقا كتاكلني في يدي قوه الحراريه ديال هاد الفلفله مزود، ولكن هي صالحه للدجاج البياض. وكت حتى الدجاج الا كان مريض في المناعه ديالو كتقوي ليه المناعه، صالحة للدجاج الفيوم او خليط السلالات والدجاج البلدي والدجاج بصفة عامة. هذه الوصفة هذه خطيرة، ونتمنى تبارطاجيوها مع الاخوان. انتوما من بعد كنحكو تاديك التومة كنحكوها، ولا بقات اللي ما قدرش يحكها يقطعها قطع صغيرة بالموس، انا تنحكها كتو. هانتوما كيما كتشاهدوا عملية سهلة في عالم رشيد والزراعة، وصفة سحرية ما نقولش لكم. هاد الوصفة هادي غي جربوها وان شاء الله غتقولوا داك السيد اللي تفرجنا عنده في هاد لا فيديو هذا راه فعلا وصفة خطيرة. راه بعض الناس كيقولك عندي دجاج، عندي بزاف ديال الدجاج يلا كيعطيني كمية قليلة من البيض، ولكن هاد الوصفة هادي راه الحمد لله وصفة زوينة، والناس اللي داروا بها والناس اللي قالوا لنا ديروا بها، حتى انا راهي انا خديت انا اي واحد السيد الله يكثر خيره هو اللي قال لي انا درتها
وراه عطاك المفعول ديالها. هانتوما من بعد ما سالينا الثومه غندوزو حتى التفاح، حتى هو من بعد ما غسلناه غنجيبو تفاحات نقيين، ما نجيبوش داك التفاح الخامج. هانتوما هذاك الخضر اللي كيكون، هانتوما غنحكوه مزيان حتى هو باش الدجاج ديالنا يجي سهل في الهضم او في الماكله ديالو. هو اصلا الدجاج الا لقى شي حاجه كبيره كاع ما كياكلها، كتجي صعيبه. وهذوك العويدات اللي تيكونوا في الفلفل الفوقانيين نحاولوا ما نديروهمش حتى هما. هانتوما كما كتشوفوا في الطبله رانا محيدهم، حيت راه ما حيت الدجاج ما يقدرش ياكلهم، يحل الدجاج. غنقطعوا هاد التفاحه حتى هي، جوج تفاحات قلنا وبصله ونص كيلو ديال، المهم نص كيلو ديال، قلنا نص كيلو ديال الفلفله. نعاود نقول لكم الوصفه، نص كيلو ديال الفلفله، جوج تفاحات، جوج دروس ديال الثومه، نص كيلو طماطيشه، نص كيلو ديال الشعير او فرينه او الزرع، ونديروا واحد جوج غلاقات ديال خل التفاح. هانتوما هاد البصله حتى هي غنحكوها مزيان. وانا ان شاء الله مي غنسالي هاد الوصفه هادي غنقدمها للدجاج، وغنوريكم هاد الدجاج هذا كيفاش كي تيبغي هاد الوصفه هادي، وهاد النوع من هاد الاكله هادي. هاد الاكله هادي انا قدمتها ليهم في وجبه الغداء، ما عطيتهاش ليهم في الصباح حيت ضرهم والحار راك عارف. انا عطيتها ليهم في الوجبه ديال الغداء، ديجا الصباح كنوض كنعطيهم الشعير او اللقط، وفي وسط النهار كنقدم ليهم هذه الوصفه هذه. ماشي كل نهار، مره في الشهر تقدم ليهم هذه الوجبه هذه. هانتوما تاديك مطيشه، حيت اصلا الدجاج كيبغي مطيشه ياكلها، حتى حنا درناها له في هذه الوصفه السحريه. هانتوما من بعد ما سالينا الحكان ديال هاد الانواع من الخضروات، غنشدو هاد نص كيلو ديال الشعير، وغنشدو جوج غطايات ديال الخل التفاح او معالق. هانتوما كما كتشاهدوا هذا خل التفاح، غنديروه باش حتى هو الا كانت شي حاجه كيحيد لنا السموم. غنشدو داكشي غنخلطوه مزيان، غنخلطوه يتجانس مع بعضياتهم، وغنحصلوا ان شاء الله على هاد الاكله السحريه للدجاج البياض. راه ما نقولش ليكم الدجاج تبارك الله، من بعد هاد الوصفه هذه الا درتوها لا غد لي غتلقاو النتيجه ان شاء الله بحول الله. عرفتي راه ما نقولش لكم واحد الحرورية اللي كنحس بها ما بين الاصابع ديالي. هذه هي الوصفة السحرية للدجاج البيض. هانتوما من بعد غنجيب داك الطيسان اللي كنعطيه فيهم. هانتوما الطيسان نقيين او بانيوات عندكم، ما تعطيهمش شي حاجة موسخة. هانتوما هادو طيسان عندي ديجا كندير فيهم هاد الاكله هادي او اكلات اخرين. عندي علافات، غير العلافات ديال الزرع او ديال الشعير، هادو خاصين غير بهاد الوصفات ديال الشلاضه ديال الدجاج. هانتوما كما كتشاهدوا كنسالي كنشدهم كنغسلهم بالتيدو جافيل، وكنحطهم هي الوصفات، اما ديجا العلافات عندنا ديال الشعير او الشرابات هادوك بوحدهم. هانتوما كما كتشاهدوا شي دجاج، نهضر معكم صراحه، الدجاج كيبغي النقا، الا نقيتي ليه وتهليتي فيه راه غيعطيك. واش الدجاج انت كتلقو كياكل اي حاجه، يقدر يتصاب باضرار في سميتو في الحلقوم ديالو، في الامعاء ديالو. راه بالسيف هاد الدجاج هذا راه ما تيولدش ليك، راه الدجاج راه خصك توكلو شي حاجه مزيانه باش يعطيك.
هانتوما هذه الوصفة السحرية للدجاج البياض. هانتوما من بعد ما حطيت ليهم، انا حطيت كنحط حطيت ليهم كل بلاصة حطيت فيها طاسة كما كتشاهدوا. انا راه عندي حتى واحد الدجاجة هذه دجاجة رومية، كنت شريت الفلالوس وكبروا الحمد لله وذبحناهم، وبقات عندي الدجاجة ما بغيتش نفرط فيها حيت كتولي البيض. اول مرة كتخرج لي الدجاجة في الفلوس ديال 2 درهم. هانتوما كما كتشاهدوا بعض الدجاجات اللي جبت ليهم الاكل ديالهم العش ديالهم. هانتوما كما كتشاهدوا عطيت حتى الخليط السلالات تبارك الله تيموت على هاد الوصفة هذه اللي هي هاد الوصفة الجميلة. هانتوما كما كتشاهدوا غنعطي حتى الفلالس ديال الخليط السلالات هذا، هادو نقولوا بحال العتوقات تبارك الله كانوا صغيورين راه كبروا والحمد لله على كل حال. هادو الفلاس ما كنخلطهمش مع دوك العتوقات ديال السلالات، عازلهم بوحدهم حتى هما غنحط ليهم واحد شويه. هانتوما حتى هما تياكلوا مزيان، كتعطيهم مناعه زوينه وكتعطيهم واحد كتحيد ليهم واحد شنقول لك عندهم شي ميكروبات في الذات ديالهم كتنقى. ونوصيكم مرة ديروا ليهم خل التفاح او مثلا في الماء خل التفاح، ماشي ديما هادو واحد جوج سمانات بقاو ليا ما بغيتش نفرط فيهم، خليتهم هنايا في هذا القفز حتى هما كنتهلا فيهم كنعطيهم حتى هما عطيتهم هاد الوصفة هادي دير ليهم الشرابة ديالهم. هانتوما كما كتشاهدوا نتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا في عالم رشيد والزراعة، وتهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله، ومع السلامة. تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.